فضيلتك دلوقتي رجل قال لامرأته أنت علي كأمي وأختي إلى الحد ما لحد ما نخلص. طيب كفارة ظهار. هذا ظهار. أيوة هذا ظهار. طيب هو شاب ويطعم 60 مسكين أم يصوم شهرين متتابعين؟ الأصل أنه يصوم شهرين متتابعين إلا إذا عجز. عجز. عجز يصوم شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين. إذا عجز يطعم 60 مسكينا. هيصوم شهرين متتابعين. الأصل يصوم شهرين متتابعين بالأشهر العربية، عجز يطعم 60 مسكينا. عجز هو لم يعجز، لكن لو أطعم هيبقى عليه إيه؟ هو يطعم في حال العجز ولا في حال الاستطاعة؟ في حال العجز. طيب خلاص يا حسن، ليس عليه إثم. ليس عليه إثم لو أطعم 60 مسكين. ما هو بتقول في حال عجزه عن الصيام، فربنا قال إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.